دمشق يا عبق الريحان يا حلما يا جدول الحب يا أمي ويا داري يا آية من يد الرحمن قد نثرت على البسيطة زهرا من جلوم النار. كعك وشو بدك؟ كعكات يا خانم الكعكات. ما لازمنا اليوم، رجع بكرة. افتحي بداية خزينة. غمضي عيونك. لك لا مو هيك قصدي. لكن شو؟ غمضي عيونك لاني جايب لك هدية. شو الهدية؟ أول شيء أنا لو طالع بإيدي بجيب لك كنز الدنيا كلها، بس أنت بتعرفي إنه مو قدرتي. أنا فكرت قلت لحالي بجيب لك شغلة لونها من لون قلبك، ورقيقة مثلك، وريحتها من ريحتك، وبتشبهك وبتشبه الشام. يلا غمضي عيونك. فتحي. هي أغلى من ذهب وألماس الدنيا كلها. يا الله يا كريم يا جبار يا رب. أهلا وسهلا ربيعة خانو. أهلين عمو. ست ربيعة، مو سألتيني هذيك المرة عن هذا الصبي المسكين؟ إيه بدر. لك لا، هذا الصبي اللي كان يخربش على حيطان الحارة طلع اسمه رشيد. ايه اشبه. اجت امه وسألتني عنه كمان. امه؟ ايه. ليش هو مو قاعد عندها في البيت؟ والله مو الهيئة، والله اجت لعندي وميتة من رعبة، خايف يكون ضاع الصبي مثل ما ضاع ابوه. طيب ايش قالت لك عن ابوه؟ يعني ايش صار فيه؟ والله هذا اللي فهمته منه. بس على كلين اذا بدك تفهمي الموضوع بالتفصيل فينك تسألي الملازم فوزي، هلأ بيكون عم يعمل جولة بالسوق. طيب صار، كتر خيرك. الله معي ست ربيعة، الله معي. ريانة يا حمراء، يلي خدودك أحلى مخدود السمراء. كل الحارة بتعرف القصة،
بس يمكن ما بيحبوا يحكوا فيها. طيب بقدر أعرف شو هي القصة؟ أبو رشيد كان عم يفتل بالحارات عندكم وبالإشلي وبسفل التلة. بيوم من الأيام اختفى. هلأ مرته عم تقول إنه يمكن انقتل، بس نحن ما عندنا أي دليل على هالشي. أبو، طيب دورتوا ببيوت الحارة؟ نحن ما بنقدر كل ما واحد اختفى ندق على بيوت العالم ونفتشها. نحن عملنا تحياتنا والزلمة فص من الحداب. بهيك حالة ممكن يكون طفش من مرته. بعب ستي، إيش هالقصة هي؟ إيش عم بسمع؟ هلا أنت بتعرفي للزلمة؟ لا ما بعرفه، بعرف ابنه رشيد مسكين، كل فترة وتانية بيجي على هالحارة وبينادي على أبوه. الله يكون بعونه. على كل أحوال إذا عرفت أي شيء رح خبرك فورا. كتر خيرك. عن إذنك. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. هذا يا ستي بعد ما رجع على بغداد ودري انه امه توفيت قام اعتكف بالبيت وقرر انه ما يطلع منه هيك لحتى مات. مرض يعني؟ لا يعني اعتكف، كيف بدي اقول لك، يعني اعتزل حرد، يعني بطل بده يطلع، ضل له شيء 40 سنه يعني. وكيف كان ياكل ويشرب ويقوم ويقعد طالما كان اعمى؟ اكيد مرته واولاده كانوا عم يساعدوه. بس يمكن ما تجوز. تجوز؟ لا ما تجوز، أصلاً الجواز كان ضد عقله. غريبة، مع أنه أبي كتير بيحبه. ويا ستي كان ما بيحب الأولاد، ووصى أنه يكتبوا على قبره هذا ما جناه أبي علي وما جنيت على أحد. أجيب أنت لإمتى رح تضل هيك مع البنات؟ يعني إذا رح تضلك هيك رح نكتب على قبرك جملة المعري الشهيرة هذا ما جناه علي أبي وما جنيت على أحد. كيف يعني؟ يعني ليش مثلاً ما بترتبط بوحدة من الصبايا؟ تزوج حنان أو لبنى مثلاً، ما أحسن لها من ماهر؟ أنت مشتغل شي من قبل بياع بسطة؟ لا أشتغل دهان، بس ليش عم تسألي؟ غريبة، مع أنه حكيك عنا مثل يلي عم يبيع تياب على بسطة ما بيعرف يلبق بلوزة على بنطلون. الله يوفقك، سويت لي وشي، انا مبسوط فيك على اساس فنان ومثقف بتعزف عود هيك تزوج يا حنان يا لبنى. عن جد هيك بتفكر بالزواج؟ ليش كيف لازم افكر؟ لنفترض انه انت محل نجيب تطلب ايد وحده من العيله للزواج بدون ما يكون في بيناتكم شيء. ايه وليش لا، يعني وحده مثلك مثلا بطلبها. انت بنت حلوه وظريفه ودارسه وفنانه وعندك بيت بياخذ العيله. بس هذا بيت جدي. جدك وجده. يعني انت لو كنتي بنت عمي كنت اخذتك ورحنا لعند جدنا وطلبنا منه هذا البيت وقلنا له يا جده
نحن بدنا هذا البيت لحتى نتزوج فيه، وما بظن انه يرفض. حلو، وبعدين؟ واضحة، كل واحد بيكمل حياته كيف كان عايشها قبل الزواج، وبالنسبة للأولاد ربيهم كيف ما بدك، المهم انه يطلعوا أولاد بلد. وكيف بدنا ناكل ونشرب؟ وكيف بدنا نصرف؟ كمان بدنا نروح لعند جدي؟ لا مو شرط، أنا بشتغل بشي مطعم، بعزف وبغني، وبعدين بصير ببيع ألحان، وبالنسبة إليك أنت كمان عندك شغلك، يعني إذا بعتي لك لوحتين بالسنة بيكون كتير منيح. وين رح تعملوا العرس؟ تعملوا؟ هون بأرضها، بتعزمي العيلة، بنعمل حفلة صغيرة، بياكلوا بيشربوا بيحملوا حالهم وبيروحوا، وبعزف لهم شوي كمان، وبنكمل حياتنا. عمورة أنت جوعان شي؟ يعني إذا جوعانين منروح منجيب أكل. بتحبوا تاكلوا هلأ ولا منأجلها لبعد العرس؟ والله على هالسيرة فضل أنه ناكل هلأ. بتعرفوا أنه كلمة انتفاضة نقلوها على الإنجليزي مثل ما هي انتفاضة؟ لأنها غير الثورة وغير الحرب، بعدين هي كلمة صناعة فلسطينية بامتياز. الإعلام الأمريكي ما بينقل عن الفلسطينيين إلا عملياتهم ضد الإسرائيلية، وخاصة لما بتكون هالعمليات داخل شي مدينة، بينقل الحقائق بالمقلوب. إذا الإعلام العربي متخاذل، بدك تعتبي على الأمريكي؟ مع أنه إمبراطورية مثل أمريكا كتير متفانية بخدمة مصالح إسرائيل. كل عمري كنت فكر أنه التاريخ رح يصحح حاله بحاله، بس بعد ما قريت عن هنود الحمر وتاريخهم اكتشفت انه التاريخ ماله امان. فلسطين غير الامريكان قدروا يمحوا ثقافة الهنود الحمر، اما الاسرائيلية مستحيل يقدروا يمحوا ثقافة فلسطين، لانه فلسطين مرتبطة بثقافة العرب والاسلام من المحيط للخليج، والشعب اللي بيقدر ينتفض بعد كل هالسنين وكأنه وجعه وقضيته مبارح صايرة، هذا شعب مستحيل ينهزم. شفتي؟ كنت مرانة اني رح دق له لماهر وانا لهلأ ما دقيت. بس من كتر ما صرتي قايلتي لي انك ما دقيتي له وهو ما دق لك صرت متمنية انك تدقي له. عن جد لو ما بعرفك منيح كنت قلت انك بلا احساس. اصبح من نعمة الله انك بتعرفيني منيح. حنان والله ما عم بعرف شو بدي اعمل معه. لا تاخدي رأيي بهيك قصص ابدا. وقالي لي هذا رفيقه عمار كمان. نافع. بس بتعرفي انا حبيتها لفكرته. انو فكرة؟ انه نجيب يتجوزك. الحكي الك يا جارة واسمعي يا كنة. وبقى والله مين الجارة ومين الكنة؟ ايش بدنا نلقمك ياها بالمعلقة؟ انت الكنة حبيبتي. بس يعني لو انه في شي من هاد ما كان حكى؟ لا في شي، بس نحن بالعيلة مدري كيف قصتك مع نجيب مثل قصة عمتي وفاء مع الشيخ محمود. يعني قلتك ممكن نجيب يقلب شيخ؟ والله كل شي بيصير. نجيب مثل اخي. صحيح على سيرة نجيب، شو صار بقصة أمه؟ ما حكت لك شي صفاء؟ ايه حكت لي. شو حكت لك؟ اتفقوا أنه أمه تجي بعد 10 أيام من بيروت ورح تقعد عند نجيب، وهي رح تضل عند تيتي وجده رأفت. فظيعة هالصفاء. لا تلوميها. يلي عم يصير هلأ بطابة نفس اللي كان يصير بأوسلو من كم سنة، يعني كلام فاضي ما بيودي لأي نتيجة. إسرائيل من وقت ما انوجدت وهي عم تفاوض لكسر قرارات الأمم المتحدة مو لتنفيذها، الفلسطينيين هن اللي عم يحاولوا تطبيق هي القرارات، ويمكن هذا سر ضعفهم، ويمكن كمان يكون سبب قوتهم، بدهم يلتزموا بالشرعية الدولية. هن دائما بيلتزموا، يلي ما بيلتزم هن الإسرائيليين. وهي النقطة للأسف بتأكد لك إنه هذا العالم أعمى. بابا العالم ماله أعمى، بس وقت القصة بتتعلق بحقوق الشعوب كله بسكر عيونه. بكرة لازم تتصل بوداد وتلفت انتباهها على مقال بالنيويورك تايمز. مقال شو؟ في صحفي تابع قضية مقتل مردخاي
وراح يكشف بكرة أنه الوثيقة اللي قدمتها تمارا للمحققين مزيفة. معقول؟ تمارا عملت هيك؟ اللي سوى هيك طبيب إسرائيلي. بعد مقتل مردخاي تقديم الوثيقة أثار الموساد القضية من جديد، وتم توقيف الطبيب، واعترف بعدين أنه سوى هيك منشان ينقذ مردخاي من المحاكمة. وليش لحتى الموساد يساوي هيك؟ انت لا تشغلي بالك بقصص، فكر لي منيح بس كيف بدنا نقنع هاليهودية وداد انها تتبرع لنا بشوية ملايين من اللي عندها. قلت لي يهودية؟ اصلا انا بشك انه واحدة يهودية. اساسا من كل حديثك الخزعبلي هاد اللي قلته ما قلت غير كلمة واحدة صح. كل كلامي كان مزبوط. انو كلمة قصدك؟ عن ماهر. عن جد يا زلمة، لكن وحدة مثل لبنى حلوة وصغيرة ومو ناقصة شيء وطالبة صيدلة، بتحب واحد مثل ماهر؟ شو بيعرفني؟ أساساً أنا العلاقات كلها ما فاتت براسي، بحياتي ما شفت اثنين مرتبطين ولابقين لبعض. ولا رح تشوف. بلا حب بلا بطيخ. أصلاً هي نظرية القلب بيقول شيء والعقل بيقول شيء تاني، هي نظرية تافهة وما لها موجودة بالحياة. سكور القط. مين؟ القط. لا ترد عليه. لا حرام، شان لبنى معك. ايه ماهر تمام، انت كيفك؟ اخي انا ما خصني بيناتكم، شان الله لا تدخلوني. يا نجيب، انا رحت لحتى راضية قام صارت تبكي وتعيط، قلت لها خلينا نأجلها لبكره، قامت انزعجت اكتر واليوم ما دقت لي، وخايف دق لها تقوم ما ترد علي. طيب خليك عم تدق لحتى ترد. انا لا والله مالي فاضي، جاي عمتي من امريكا وبدي اروح اشوفها. طيب بخاطرك. ماشي، مع السلامة. بابا، هلا بزمتك ما اشتقت هيك لقعدات الحب والغرام والرومانسية؟ لما تكون زينب على يميني وتكون ربيعة على يساري، هي هي الرومانسية. ايه ما اختلفنا، بس انا بقول لحالي انت اخذت ثلاثة ولسه بحق لك وحدة، فشو رايك تاخذ لك وحدة تجدد شبابك؟ ما حزرت، مع زينب وربيعة بحس اني عايش شب كل عمري. نحن بايامنا الحب كان غير، احلى كان بكتير، والواحد كان يبكي دم يشوف البنت اللي بحبها، يسهر يكتب شعر يكتب قصائد رسائل، مو مثل هي الصراعات تبع الكم يوم هذول. قصدك على الموبايل؟ ايه، هاد الدراب السخن، هاد الرسالة بتبعتها هيك بتفقس بالزر. هالحكي هذا غير لما بتوصلك رسالة ورق مكتوبة بخط الإيد، بتحس بالإيد اللي كانت عم ترجف وهي عم تكتبها، بتحس بالدمع وهي عم تنزل عليها، بتشم ريحة البنت اللي بتهواها من هذا الورق هيك. بس كمان عم يخطر على بالي سؤال، هلأ فعلا بابا الرجال بيقدر بيحب تنتين مع بعض؟ في كتير ناس ما بتفهم على هاي القصة، وانت بدك تفرق بين واحد عم يتسلب بنات العالم وبيروح من وحدة لوحدة ويتضحك عليهم مو سائل ولا على وحدة فيهم، وبين انه واحد بيحب من قلبه. اللي بيحب بيكون رجال. والله معنو قليل هالعزوز، مع اني باليوم بشوفه مرتين، بس اليوم حسيت حالي ما بعرفه. انا اليوم حبيته، كنت اكرهه. وليش بقى؟ معقولي عم تسأليني؟ كنت شايلتك لاخي، بس اخي طلع دب. صحيح، اخوكي مو على بعضه، شو قصته؟ تركينا منه هلأ، خلينا بالمهم. شو الاهم؟ هلأ نسيتي شو المهم؟
محظوظة من عند بكداش. كيفك عبدو؟ أهلين معلم. كيف الحركة بالسوق؟ الحمد لله منيحة. حدا إجا؟ حدا حكى؟ لا أبدا. طيب إذا حدا سأل عني أنا عند أبو محمود، تعال ناديلي. بأمرك. الحق منك ومن وعودك أكبر، فاحسب حساب الحق يا متجبر، تعد الوعود وتقتضي إنجازها، مهج العباد خسئت يا مستعمر. لخصم يتخصى يا مصدر الكذب الذي ما بعده كذب، تعالى الحق عما تنشر، تجني على وطن المسيح مدمرا، وتذيع أنك في البلاد معمر. مستعبد الإنسان عبد للأذى، ما أجدر الأحرار أن يتحرروا. الله عليك، عطية رمضان عطية. لو كنت من أهل المكارم لم تكن من جيب غيرك محسنا يا أبو الفرو. إيشو مفكر فلسطين ملك اللي خلفه لحتى يوعد فيها اليهود؟ على حب النبي رمضان تكتب لنا القصيدة، بدنا نعلقها هون بالسوق، واللي رايح واللي جاي يقراها. ما بكتب لك شيء أبو علي، تشتري الديوان بتكتب أنت. أخي رمضان، لمين هالقصيدة الرائعة؟ هي القصيدة للشاعر القروي. يسلم تمك وتمه. شرف، وهي أمريكا مستعدة تعطي قروض ما فتحوا رزق للبريطانيين مشان يبعثوا 100,000 يهودي على فلسطين. لا ما لا حكي، لك طلعوا الأمريكان أضرب من الإنجليز. يا أبو محمود كله أضرب من بعض، أنت مفكر الإنجليز قلبهم رح يتقطع لأنهم بدهم يفوتوا 100,000 يهودي على فلسطين؟ ليش اللي فاتوا من قبل مين فوتن دخلك؟ أخي القصة قصة توزيع أدوار، يعني بريطانيا وفرنسا بعد الحرب ولا زمنهم، وهلأ صار زمن الأمريكان. يا حيف، هدول اللي كنا متفائلين فيهم وعلى أساس أحسن من غيرهم. دخلك وليش متفائل فيهم؟ لك يا أخي، لو على كيف هون ما كان ضل بلد بالعالم محتل بلد تاني. ايه وشو عليه؟ بيصيروا بيحتلوا. نحن كل مصيبتنا إنه بنعتمد على ناس يجوا يساعدونا ويوقفوا معنا وينقذونا، وبالآخر ما حدا بيهمه غير مصلحته ومصلحة بلاده، واللي مفكر من هي البلاد إنه يجي حدا من برا يساعدنا على سواد عيوننا بيكون خلص. أخي ما بدنا نحكي. تعبان حبيبي؟ دايب، مو بس تعبان، دخيل الدايب. أنا دخيل روحك، أنا لما بشوفك بنسى تعب الدنيا كلها. طيب لما بتكون مع أم علي شو بتحس؟ شو جاب سيرة أم علي هلا؟ ايه شو بك؟ ما سبيناها للكونتيسة؟ أم علي أم أولادي، تركيها على جنب. ايوه، وأنا شو يعني؟ يعني شو أنا؟ صاحبتك؟ أنت حبيبتي ونور عيوني، بس كل شي لحال. شو هاي كل شي لحال؟ فهمني، يعني هي مرتك وعرضك وأنا شو؟ أنا شو أنا؟ حول ولا قوة إلا بالله، أنت ليش بدك تعملي مشكلة وداد؟ أنا ولا أنت؟ لسه ما حكيتك كلمة نقست ونطيت. عن جد الرجال قد ما كان منيح بتكة وحدة بصير بربع عقل. هلأ أنا بربع عقل؟ إيه، ولو ما كنتوا بربع عقل ما بتقولوا إنه النسوان بنص عقل. لك تسلميلي ما أحلاكي وأنت معصبة، تطلعي مثل الرغيف السخن اللي طالع من الفرن طيب ولونه أحمر 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 يا كاكي. بلا غلاظة، تعي قربي لعندي. ما بدي. قربي لهون رح يوقف قلبي شبكة. لا هيك منيح. بتعرف مرات بسأل حالي يا ترى يا هل ترى لو نحن تجوزنا كنت رح تضلك معي هيك؟ شلون يعني هيك؟ يعني كنت رح تضلك هيك ملهوف علي ومشتاق لي ومصدق تشوفني، ولا كنت رح تمل مني لما بدك تشوفني قدامك كل الوقت وصرت إلك؟ ايه بس انتي كلك إلي، ولا شلون؟ ايه مزبوط إلك، بس عشيقة مو زوجي. هلا فيك تفهميني شو لزومه هالحكي اللي ما له طعمه؟ اي معك حق، ما له طعمه. الأحسن إنه الواحد ما يفهم شيء. أريح. السلام عليكم يا ابني. صدق الله العظيم. وعليكم السلام شيخي.
أنا شايفك بس مالي متذكر وين. هي مزبوط شيخي، أنا من كام نهار كنت لاحق واحد حرامي وبعد ما مسكته أنت بعتني عنه. إيه تذكرت، كان رح يروح بين يديك. يستاهل. ليش؟ شو كان عم يسرق؟ وامتى ناوية انتي والاستاذ عزوز؟ ما بعرف، يلا ان شاء الله خير. ان شاء الله. يلا بدك شي؟ الله معك. خاطرك. مع السلامة. ومعقول يكون فؤاد له علاقة بالقصة؟ ما بعرف. وأخوه معقول يفوت هيك فوتة من وراه؟ هلأ أخوه طايش وفؤاد طول الوقت مسافر. لك هو لأنه بيضله مسافر هذا بيخلي الواحد يشك فيه أكتر. أوقات أنا بفكر مثلك، برجع بقول لا، أنه هو تاجر وشغله بده سفر وروحه وجاية. وداد أصحك تسافري أو تتركي الشام؟ ليش هيك عم تحكي؟ خلص وعديني أنك ما تسافري. وبركي إجا فؤاد وقال لي امشي على بيروت أو على اليونان، شو بدي قل له؟ يا ستي تحججي له بأي شيء، المهم تضلي هون. إلا شغلة من الآخر، أنا سفراته كلها ماني مستنظفة. لا لا أبو علي لا لا، ما بظن، يعني هو صحي أفكاره غريبة وأوقات بخوفني وسماوي، بس بالأخير هو تاجر، يعني رزقه وشغله هون، أكيد ما رح يتركي هالعزية اللي هو فيه. إلا إذا وعد بعز تاني. أنت أكيد فهماني علي. قل لي يا ابني شو قصدك؟ هربان من حدا؟ خايف من شيء له علاقة باليهود؟ خاصة إنه هذا يلي حكيت لي عنه يهودي و... لا لا شيخي القصة مو هيك. والله ما بعرف شو بدي لك. الله يلعن الشيطان. الله يلعن الشيطان، إن الشيطان كان للإنسان عدوا مبينا، بس رب العالمين أعطانا سلاح نقدر نحارب فيها العدو. تعرف شو السلاح يا ابني؟ الإيمان. أجل الإيمان، كل ما ثبت الإيمان بقلبك كل ما صرت أقوى وكل ما صار عدوك أضعف. عم حاول شيخي بس أنا ظرفي كتير صعب. يعني بصراحة ما بعرف شو ظرفك يا ابني، وشكلك مو حابب تحكي. يلي بعرفه هو انه المشي على الطريق القويم دائما بيكون صعب. بسم الله الرحمن الرحيم. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين؟ صدق الله العظيم. بس من رحمة ربك يا ابني انه زرع بقلوب المؤمنين حب التعاون والتعاضد من شان يقدروا يساعدوا بعض على حمل رسالة الإسلام. والتاريخ يا ابني بيعلمنا أن قعود المسلم عن نصرة المسلم وانقسام الأمة على بعضها هو السبب بانهيار دولة الإسلام. واليوم مع الأسف، ومع الأسف الشديد، كل العالم بتكالب علينا، فنحن اليوم أحوج من أي يوم للأخوة والتعاضد والتعاون والمحبة. فهمت علي يا ابني؟ يلا قوم يا ابني صلي العصر واستهدي بالرحمن وروح على بيتك طمن على أهلك وناسك، وإن شاء الله إن شاء الله بشوفك على صلاة المغرب. إن شاء الله شيخي. الله يسلمك يدي. حقك علي إذا زعلتك. حبيبي أنا خايفة. من شو؟ من كل شيء. كل شيء عم يصير حوالينا ما بيطمن.
ضمني ضمني وخبيني. والجزء الثاني موجود هنيك. السلام عليكم. وعليكم السلام. اهلين وسهلين عمي ابو احمد. كيفك عزوز؟ الحمد لله تمام. كيف الشغل؟ تمام تمام. اليوم بعت لسان العرب كله. هن ما عندهم غير هاللسان بتبيعه؟ شو بدنا نعمل؟ لسان بلا فعل بيعته احسن. قلتك. المهم بكره جاي لعندك رمضان، اعمل شاي وتعال افهمك شو كنت تعمله. يلا. لا واخر شيء شو بتقلي؟ بتقلي انه هذا البيت بيتي وبيت امي، والمره اللي بدها تفوته بدي كسر لها راسها. ولك اخ منك انت اخ، لك بقصة لايدي من هون، اذا مو نص كلامك كذب. طيب بتعرفي انها سبتك؟ سبتني الي؟ وشو قالت؟ يا ستي قالت عنك شرشوحة. أنا شرشوحة؟ وانتي شو قلتي لها؟ حبيبتي ما بتسترجي تحكي بوشي، هي كانت عم تحكي عنك لرفيقتها. وليش لحتى تتسمعي على كلامها؟ لك ما تسمعت عليهم، هي كانت عم تحكي بصوت عالي مشان تسمعني. يعني بتسترجي؟ هلا من آخره، انتي معي ولا معها؟ أنا مع إنه تديري بالك على بيتك وجوزك. لك يا بنتي يا حبيبتي، هاي جواز الثالثة، وإذا ما كانت ثابتة بتكون فالته. بعدين إذا طلقتي كمان مرة ولك ما بقى حدا يرضى يتجوزك. بس هاي زينب بدها تكسير راس. شو يا زينب؟ ما بدك تسلمي على أمي؟ مرحبا خالي. أهلين حبيبتي، كيفك؟ إن شاء الله منيحة. الحمد لله منيحة. الحمد لله. اليوم الطبخ علي. لا ما بيصير، انت ضيفتنا وانا لازم اساعدك. تفضلي. شكرا. تفضلي خالي. شكرا. خالتي لحظه وبجي لعندك. لا تسكر يا ابي لا تسكر. السلام عليكم. وعليكم السلام. خير ابني؟ صاير معك شيء؟ لا يا ابي مو صاير معي شيء. انت روح على البيت وانا بعد المحل. شو هدول اللي بايدك؟ هدول كتب. من عمك رأفها؟ لا غير ترتيب. ايوه الله يهدي سرك يا ابي. اجمعين ان شاء الله. السلام عليكم. وعليكم السلام. تعرف معلم، أنا لازم ما أخذ منك إجرة بنوب. وليش بقى؟ يعني كل هالقراية اللي عم بقراها لازم أنا اللي أدفع لك. ومعك تدفع لي؟ لا والله. طيب ما بعرف، يعني أنا هيك حسيت وحبيت إني أقول لك. معناها أنت اسمعني، صار لازم ترتب لمستقبلك. عم بقرا، هذا مستقبلي. أصلاً أنا ناوي ضلني عم بقرا لحتى أخلص المكتبة كلها. أنا رح أعطيك نسبة عن كل كتاب بتبيعه، وكل ما بعت كتاب جديد تطلع لك نسبة أعلى. إيه على راحتك معلم. شو؟ كأنك ما انبسطت؟ لا معلم، أنا لأني بعرف إنه كل آخر أسبوع في خسكار بدي أخده، أما هيك بالنسبة إمانة ثابتة. ومين جاب سيرة الراتب؟ هي النسبة زيادة على الراتب. إذا هيك الله يخلينا إياك فوق راسنا يا معلم. دير بالك على الشغل. على راسي. زيل يلا بسرعة. وقف عندك. اللي شو عم تساوي فوق؟ شو طلعك على غرفتي؟
زينب خانه؟ ليش متسلطة على الولد؟ شو بدك منه؟ سأليه شو كان عم يساوي بغرفتي. لا لك شو عم تساوي بغرفتها؟ ما ساوت شي. ليك وما ساوى شي؟ شو كنت عم تساوي بالخزانة؟ ليش فاتحة؟ ما فتحتها. زينب يعني شو بده يساوي بغرفتك؟ بده يلبس لك اوعيكي؟ لا حبيبتي بده شي تاني. لخير خير. شوفي زينب خانه بقاني عم تتهمه لمفيد انه عم ياخذ لاغراضه. رح فتش لك اياه مشان تريحي بالك. تع حبيبي. إن شاء الله فهمتي شو قصدي. ولك الله يسود وشكم. سودت وشي الله ليوفقكم. تعال قدام يا أولا روح نلع. تعال وقتوا إياها. الله يسود وشكم. إلهي سودت وشي خبيركم. لو ما كانت من المرحومة كنت تركت له إياها، بس هي ذكرى. كأنك ما اشتقتي لي. والله مشتقت لك كتير. طلعي من هالبوه. لما اشتقتي لي ما عم تاخدي وتعطي معي. شو بدك؟ ما في شي. شارتي. تقبريني والله ما في شي مستاهل. مش شو شعرتي؟ الشغل. اي صحيح. على سيرة الشغل، كنت عند عمو ابو اسحاق بالمحل وكأنه بده منك شغل جديد. شو بك ربيعة؟ ربواتي؟ ليه أنا قامت يا حبيبتي؟ شو بكي؟ مشان الله لا تزيدي علي. بوس إيديك. ما بعرف إيش صاير لي. ما بعرف يا وداد. عم بخاف لحالي في الليل. عم بشوف كوابيس. بمل. حاسة روحي رايحة. خير يا ري. شو في؟ عمي ابو محمود عاوزك. عملي لنا كاستين شاي معنا. فكرة. تفضل اخي ابو محمود تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. ان شاء الله لا تواخذني، يمكن اجيت بوقت مناسب. يا عيب الشوم عليك، الي انا عم تحكي لي هالحكي؟ شري. متغدي؟ الحمد لله. معناتها بنشرب شاي بمعيتك. شري. يلا يلا. يا محمود. تفضل تفضل ابو محمود. يا ميت اهلا وسهلا فيك. بالمهلي يا ابو احمد بالمهلي. الي عليك عتب يا صاحبي. لا يا ابو محمود خير ان شاء الله. معقول انت سيد مين تعامل مع النسوان ورفيق عمرك ابو محمود ما عم يعرف يسلك بوحده؟ لانه وحده ما عم تعرف تسلك فيها. ايوه. هلا اذا واحد عنده عربايه بدولاب واحد كيف بيشغلها؟ يا بتفش دفش يا بجر رجر. اما اللي عنده عربايه بدولابين تكرج كرج.
يعني لازم نتني؟ طول بالك، لسه ما حكيت لك على العرباية أم أربع دواليب. آخ يا أبو أحمد آخ، حاسس هالبيت ضايع. صرت متمني جوز محمود وزينب واطمن عليهم، أو طلق ليلى وأخلص منها، أو أخذها ونطلع من البيت. والله ما بعرف شو بدي أقول لك. أنت مكبر القصة كتير وعاملها مصيبة، تعني مش فيها شقفة شقفة. هات لشوف شو صاير عندك جديد. حكيت لك أنا عن نقار بين زينب وليلى. إيه حكيت لي. اليوم كبرت القصة بجاية أمها لليلى وإخواتها لعنا على البيت. يا بي الشاي جاهز. فوتي يا بي فوتي. سلم إيديكي. دياتك. سلم الإيدين عمي. الله يسلمك. شرف. إن شاء الله بيعيشوا. صحة وهنا. بكرة بعد صلاة العصر إن شاء الله نتغدى عندك بالبيت وخلي الكل يكونوا موجودين. وأنا رح أعمل يلي بتقلي عليه، لأنه عقلي وقف بهالقصة وأملي فيه كبير يا أبو أحمد. الأمل بالله إن شاء الله محلولة. أصبح خليني أروح أنا. بكير لسه أبو محمود قاعدة بأولها. ما بدي أتركهم لحالهم، بخاف يرجعوا يعلقوا. صحيح نزلت على القهوة اليوم؟ رحت وحملت حالي ومشيت بسرعة، داخل من العجقة والحكي بالسياسي.